الفرقه الوطنيه احالت صباح اليوم خميس 21 دجنبر 2023 على السيد الوكيل العام الملك محكمه استئناف الدار البيضاء 25 مشتبه به، وجهت لهم تهم مختلفه، تم استنطاقهم من طرف السيد الوكيل العام يعني تقريبا بدا حوالي الساعه الخامسه بعد الزوال. السيد الوكيل المالك بعد نائب الوكيل العام اللي اشرف على المسطره بعد استشاره السيد الوكيل العام قدم ملتمس السيد قاضي التحقيق من اجل متابعه 20 مشتبه فيه مع ملتمس الايداع بالسجل المحلي عين سبع، فيما تقدم ملتمس اتخاذ ما ترونه مناسبا في حق مشتبه به اخر، فيما تم اخلاء سبيل اربعه مشتبه بهم من اجل تعميق البحث مع احالتهم على الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه من جديد من اجل تعميق البحث. لحد الساعه كنصادروا استنطاق الابتدائي ديال السيد قاضي التحقيق، ومن بعد غيكون القرار ديال السيد قاضي التحقيق يا اما بالايداع يا اما باخلاء المتابعه، يعني اخلاء السبيل مع اتخاذ احد التدابير الوقائيه. عنده ملتمس ديال الايداع السيد كذلك ملتمس الايداع. كاين شخصيات عموميه، مجموعه ديال الشخصيات العموميه عندهم ملتمس الايداع. ما يمكنش حنا في الدفاع ما يمكنش لينا يعني اننا نخرجوا شي معلومه غتكون عندنا، ما يمكنش لحد الساعه ما كاينش تهم. تهم قاضي التحقيق هو اللي عنده المسطره دابا، هو اللي عطينا التهم ديال يعني المتابعه ديال المشتبه بهم.